صح اقول لبنتي سيب التليفون؟ صح. مين يقول؟ يا دكتوره انت هتسيبه خالص ولا هتسيبه خالص؟ في توازن يعني. اه يعني امسكه شويه وتسيبه شويه، انما مش طول ال 24 ساعه. اه طيب اقول لها مش طول الوقت، سيبيه شويه واعمليه يعني شويه. احنا عن نفسي بعمل كده، بقول امسكي شويه مفيش مشكله وامسكي شويه. انا عن نفسي بقفل الراوتر وباخده جنبي وبشيل بقى الفانتي اللي كده، هو كده الام الشريره. يعني الام الشريره دي بقى. ايوه ممتاز جدا. لكن هو ينفع ان انا اعمل كده بدون بديل؟ ايه البديل؟ مين تقول لي بديل؟ ها يلعبوا في الشقة مع نفسهم او ينزلوا الحديقة. البديل تخليها تلعب، اعمل لها تنزل ها رياضة، وفي اوبشن متاح انها تنزل رياضة في مكان امن ما فيهوش شباب ولا رجال والكلام ده. تمام. في رياضة ها الموارد بشار، انا وين نشترك فيه نعمل الحلويات مع بعض نحبس مع بعض. اه سلام. لا عايزه اقول طيب امتى؟ طب ده خلي بالك فكريني يعني، قولي انت كنت بتقولي حاجه تفكرني بموضوع المخبوزات، لان دوت الجزء الاخير في المحاضره. حلو الامر ده، بس محتاج قبليه خطوه لازم اشرحها لكم. ايه كمان؟ وبدأت تحط هدف هي لوحدها. ازاي اعلمها انها تحط هدف؟ انا بحس لو عرفت نفسها وقدرت ازاي تعرفها؟ اكتشاف ذكاءاتها، اكتشاف مهاراتها، اكتشاف الحاجات دي اساعدها ان الحاجات دي تقدر تعرف نمط شخصيتها ايه. لو عرفت الحاجات دي هتقدر لوحدها على اول طريق ان دي هي تقدر تحدد. طب انت عندك طريقه انك احنا نخليها تكتشف ذاتها بحاجه زي كده؟ اكتشاف الذات بالبحث ورا الموضوع. يعني انا في اولادي بسيب لهم الحريات، ما فيش حق يعني، ما بقولش لحد يعني اقفل الموبايل او اقعد معاه بالموبايل او كده. هم اللي بيحاولوا ان هم يجوا على اساس ان هم يعني يستفيدوا من القعده دي. احنا بنقعد نعمل حاجات مع بعض، كل واحد ليه مهارات. طيب خليني علشان كلامك اتقسم اتنين دلوقتي، موضوع اكتشاف الذات والمهارات بيجي ازاي؟ مين يقول لي ازاي اخلي بنتي تكتشف ذاتها ومهاراتها؟ انا بحس ان النت بيساعدني قوي في الحته دي، بحس ان كل واحد بيشوف هو اللي بيقول لي. اه اكتشفت بقى فيه ان هو ملتزم بده، وانا بس ايه ابتدي يعني لو لقيت حاجه مش مظبوطه ممكن يعني الفت نظري. طيب لو لقيت كويس كويس، فكل واحد بيكتشف ذاته من نفسه. طيب بنشترك في انشطه كتيره. ممتاز. اسمك ايه؟ اللهم اغفر لاختكم نهى، قولوا امين. اخلي بنتي تكتشف ذاتها ومهاراتها، اسمعوا معايا الكلام ده اللي هقوله مهم جدا. انا لو عن نفسي لو اقدر اعمل المقوله دي في كتاب مذهب مرصع بقى بالالماس والحاجات الطحن بتاع البنات دي، واحطه كده تبقى يعني ما تجتازيش اختبار كتب الكتاب، ولا يتعمل في المحكمه توثيق لكتب الكتاب ان خلاص هتبقي زوجه وبعديها هتبقي ام، الا لما تعدي الجزء الاولاني ادي يعني ايه زواج، والجزء الثاني يعني ايه امومه. خريطه ابن سيمنه التربويه قايل واحد تلت على اربع سطور كده، بحثتوا عنها على النت هتلاقوها. خريطه ابن سينا التربويه خلاصتها ايه؟ قال اذا بلغ الصبي سن كام؟ بس بيتكلم من اربع سنين، وبعدين من اربع سنين هعمل مجموعه اعمال، وبعدين من سبع سنين سن التمييز. لو بلغ سبع سنوات هعمل معاه الحاجه دي، لكن اربع سنين هقولك نعمل ايه. من سبع سنين المفروض ان انا بمرره على الصناعات المختلفه، خبيز، رسم، تريكو، مش عارفه التعبير عن ايه، فك وتركيب، ميكانو، خشب الاركيت، تلوين على الزجاج، كل حاجه بنزله يلعب رياضه، بنزلها سباحه، بنزلها وتشلوك اللي معه دلوقتي مجان اسمه الرمايه. ومرر. لا ده احنا بقالنا خمس سنين بنعمل كده. اه بنتك برعت في ايه؟ ما سيبهاش للنت، بس تكتشف ذاتها، وهم يروحوا يقولوا لا ده دوري انا. سبع سنين، سبع سنين، وابتدي ان انا مرر الحاجات دي على بنتي. هي بتبرع في ايه؟ ها. طب اللي برعت بيه ده نتيجه لشغف داخلي جواها، ولا علشان العيله كلها اصلها العيله كلها بتاعت خبيز وبتاع فهي مطلعه، ولا علشان العيله كلها فبتاعت نجاره فهي بتعمل، ولا في حد بتاع ديكور وبتاع فهي بتعمل كذا؟ لازم اشوف. لو هي حاجه ساعدتها على الامر وتميزت فيها تمام،
لو هي شغف اعرف ان بنتي دي مبدعين على طول على طول تاخد كورس الموهوبين والمبدعين اللي بيعمل بحاجه بدون ما يشوف حد يعمل دماغه وعنده شغف ليها وحب ليها اكتشف ذاتها بنتي اني اقول مثلا انا محتاجه ان انا اعلم بنتي بعض المهارات مثلا مهارات اجتماعيه او كلاميه او مهارات كذا او كذا بنتي بتسمع بالكلام فانا هعمل لها قاعده زي ما اختكم قالت نعمل قاعده وجلسه العيله ودي لا يمكن تعدي اسره اسمعوا يا اخوات تعدي اسره من غير جلسه العيله لازم الجلسه بتاعه الاسبوع الراوتر يتشال الموبايلات كلها تتاخد عامله اكله حلوه بقى وعامله الكوكيز بتاعتي وجايبه المكسرات والحلويات والبدنجانات كلها وقاعده معاها قاعده مع الاولاد قاعده بابوهم يعني انا بقعد بابوهم مش موجود افتحوا الزوم هي دي الحلويات عايز اقول لك رب ما تبقاش المخلل ونقعد نتابع حاجه الاسبوع احنا كان عندنا مهام معينه كان عندنا اهداف معينه كان عندنا حاجات حلوه عايزين نعملها كان في قلنا ان في صوت عالي قوي في قلب البيت احنا مش عايزين الصوت العالي والجوفانليك كل شويه يطلع والشرطه تيجي مفيش داعي للقصص دي حققنا كام 50% الاسبوع الجاي 60% 70% طب احنا محتاجين كذا وخصوصا مع البنات اتعلمتي فن الاتيكيت عندي 13 قاعدة أساسية بيعلموهم الناس اللي بيشتغلوا في السلك الدبلوماسي أو السفارات دي ثابتة في كل الدول أحط العصير إزاي الكوباية بتبقى على رأس كوباية العصير ولا على اليمين ولا على الشمال الشوكة أنهي هنا ولا هنا وإحنا كإسلاميين بنعمل زيهم ولا بنعمل إيه القاعدة كبنت بقعد إزاي كبنت رجلي عاملة إزاي وبقعد إزاي ها الدنيا ما وانا بتكلم امتى اتكلم وامتى استاذن ولا هو كذا السنه ايه الناس الكبيره بتتكلم وانا عماله طايحه في الكلام انتهيت انتهيت اسلوب الكلام الرقه في الكلام بدل الدبش هو انا يعني مش بقول لهم الصدق مش دي الحقيقه يعني ولا ايه ايوه بس مش دبش يعني ماشي ما دي الحقيقه وانت بتقولي الصدق ومحدش بيقول انك بتقولي كذب بس مش دبش يعني مش زلط ومن احسن قولا وظيفتك وظيفتك ابني سينا عشان اعرف امتى ابني يتبع مش هستنى اما يخلصوا ثانوي وجامعه وبعدين يا ابني تشتغلي ماليش دعوه بهندسه والله لا والمهارات بتاعتي ولا تجيب كذا روح يشتغل اي حاجه خلاف الدراسه ويكتشف ذاته بعد 24 سنه يبقى عنده 28 سنه عامل بقى سيفيهات ومهارات وبتاع يلا شغلت